حتى يتبين لهم أنه الحق. اليوم أحبتي في الله سأتأمل معكم هذا المخلوق. الحقيقة أعجبني هذا المخلوق، اكتشف في عام 2020. طبعا بعض العلماء يقولون لم يبقى شيء إلا واكتشفه العلم. لا لا، العلم لم يكتشف شيئا حتى الآن على فكرة، يعني حتى الآن لم يكتشفوا شيئا، ذرة. لو قلنا إن العلم عبارة عن بحر، عن بحر يعني، كل ما تم كشفه قطرة، قطيرة صغيرة فقط، وإلا العلم اليوم ملايين الأشياء لم يكتشفوها. هناك مليارات من المخلوقات لم تكتشف بعد، وبخاصة في أعماق البحار. أحد العلماء قال: نحن نعلم، لدينا معلومات ما بين النجوم والكواكب أكثر مما في أعماق البحار. هذا المخلوق، أنا يعني دعوني يعني أعرض هذه المقالة على الشاشة. طبعا هذا المخلوق أحبتي في الله اسمه، أنا أرى هنا، هذا لا أدري إن كانت الصورة واضحة، هنا أحبتي في الله. طبعا أنا أحب دائما، تعرفون عادتي، التوثيق العلمي والتوثيق القرآني. لا نتحدث بالرأي ولا بالاجتهاد أبدا. هذا موقع، هنا أحبتي في الله، موقع شهير، متخصص معروف لدى من يتابعه، متخصص بالأبحاث والدراسات العلمية. هذا الموقع في 10 أبريل 2020 يقول: هناك كائنات جديدة اكتشفت خلال إحدى البعثات إلى أعماق المحيط. وهنا إذا تأملنا أمامنا يمكن أن نرى هذا المخلوق. سبحان الله، انظروا إلى هذا المخلوق، مخلوق عجيب جدا يعني. طيب دعوني أعرض هذه الصورة لهذا الكائن، وأحاول أن أقرأ لكم الترجمة. الحقيقة هذا المخلوق من فصيلة السحاريات، يبلغ طوله 150 قدم، أي بحدود 50 مترا. تصوروا أحبتي في الله، كائن حي طوله 50 متر. ويقول الباحث في هذه الدراسة: يبدو أنه أطول حيوان تم تسجيله على الإطلاق، وتم اكتشافه خلال رحلة استكشافية استمرت شهرا لاستكشاف بعض الأخاديد في أعماق المحيطات. كما أسفرت هذه البعثة عن اكتشاف ما يصل إلى 30 نوعا جديدا من المخلوقات في أستراليا الغربية. طبعا هذا من فئة السحاريات الخيطية الضخمة، وهي تشكل مستعمرات عائمة. يعني أنا أحبذ لو أنني استطعت عرض الفيديو، لا أدري لماذا الفيديو لا يعمل. سأحاول تشغيل الفيديو. مخلوق عجيب أيها الأحبة، هذا المخلوق بالفعل عجيب جدا. أنا دعوني أذهب إلى نافذة أخرى وأستخدم الإنترنت مباشرة. ساينس ديلي، على ما يبدو أن هناك العديد من المواقع تحدثت عن هذا الاكتشاف العلمي الحديث، العديد من المواقع أحبتي في الله.
طيب هنا سأحاول أخذ هذا الرابط وأبحث عنه هنا أحبتي في الله. سأستخرجه إن شاء الله. هذا هو. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. إذن أحبتي في الله، أنا سأعرض الآن هذا المقطع، مقطع فيديو جميل جدا الحقيقة، لهذا الكائن الذي يبلغ طوله 150 قدم أو 50 مترا. يعني شيء عجيب والله أيها الأحبة، كائن واحد طوله 50 مترا. أنا عثرت الحمد لله على الفيديو، طبعا أنا أبحث عبر الإنترنت مباشرة. الآن سأحاول تشغيل هذا. مخلوق واحد أيها الأحبة، هذا مخلوق واحد، انظروا مخلوق، انظروا هنا كم يمتد وكم هو رفيق. الحقيقة مخلوق غريب جدا، أنا أعجب ممن يؤمن بنظرية التطور. نقول له كيف تشكل هذا المخلوق 50 متر؟ تصوروا أيها الأحبة، يعني هذا المخلوق، انظروا انظروا هنا الصورة واضحة، انظروا كم حبل طويل جدا يلتف ويشكل يعني أشكال حلزونية عجيبة جدا. يعني انظروا أيها الأحبة، يعني هذا المخلوق والله شيء غريب، كيف تطور؟ يعني أنا أخاطب الذين يؤمنون بنظرية التطور، أقول لهم كيف تطور هذا الكائن؟ هذا الكائن اكتشف على عمق 4500 متر، وباحثين من علماء من متحف أستراليا الغربية وجامعة كيرتن ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات، مجموعة كبيرة من العلماء استخدموا روبوتات تحت الماء وقاموا بعشرين عملية غوص إلى عمق يصل إلى 4500 متر على مدار 181 ساعة. والحقيقة الرحلة تكلفت ملايين الدولارات. خلال هذه الرحلة جمع العلماء يعني هذه السحاريات رخويات عملاقة، واكتشفوا مجتمعات كبيرة من الإسفنج الزجاجي، ولاحظوا لأول مرة في غرب أستراليا حبار الأخطبوط المضيء وحبار البحر ذي الذيل الطويل، وعدد من المخلوقات يرونها لأول مرة، أنواع من الرخويات وجراد البحر. ويعني أنا أرى أسماء، أنا أحاول أن أترجم لكم الآن. عثر الفريق أيضا على أكبر عينة تم تسجيلها على الإطلاق من بعض الحشرات العملاقة، ويعني يقول العلماء كنا نشك في أن مناطق أعماق البحار هذه ستكون، يعني لم نتوقع أنها ستكون مذهلة بهذا الشكل، رأينا أشياء لأول مرة نراها، كنا نظن يعني أنه لا يوجد شيء على هذه الأعماق 4500 متر، ولكن وجدنا تنوعا هائلا في أعماق المحيط، ويعني مخلوقات عجيبة وغريبة جدا أيها الأحبة. انظروا أحبتي في الله، هذا المخلوق كيف يعني يمتد هكذا. وهنا أحب أن أريكم صورة لأحد الأخطبوطات. طبعا الأخطبوط يرى برجليه أيها الأحبة، هل تعلمون هذه المعلومة؟ الأخطبوط يرى برجليه، شيء غريب، يعني أن
يعني انظروا معي رجاء، انظروا أيها الأحبة إلى هذا البحث هنا. هذا الأخطبوط أحبتي في الله يرى من خلال جلده، يعني هل رأيتم مخلوق يرى بأرجله؟ كما نرى أمامنا هذا العنوان هنا أيها الأحبة، انظروا إلى هذا الأخطبوط، هذه الدقة المذهلة، انظروا إلى الآلية التي تتوضع بها هذه الأعين، كلها خلايا، و يعني نظام شديد التعقيد في هذا الأخطبوط أحبتي في الله. هذا الأخطبوط يرى من خلال أرجله، له 8 أرجل يستخدمها للرؤية. إذن الرؤية لدى الأخطبوط ولدى بعض الكائنات الرخويات موجودة في المحيطات وفي البحار، أن الأخطبوط يرى بجسده وليس فقط بعينيه، لأن له عينين أيضا. هذه القدرة الهائلة على الرؤية تشكل دليلا قويا على أن نظرية التطور غير صحيحة من الآخر. يعني كيف تطورت الرؤية لدى العنكبوت، عفوا لدى الأخطبوط، كيف تطورت؟ يعني نحن نعلم أن رأسيات الأرجل أو الرخويات هذه ليس فيها لا عظام ولا أشواك ولا أي شيء للدفاع الحقيقي، ليس لها، يعني الحيتان لها أسنان حادة، أسماك القرش لها أسنان حادة، بعض الأسماك لها درع قوي، لها مثلا مثل هذا الذي تحدثنا عنه، السمكة ذات السيف، أبو سيف. هناك أسماك لها، أو بعض القواقع، بعض كذا، لديها وسائل مجهزة. هذه الرخويات ليس لها وسيلة للحماية، فسخر لها الله آلية الرؤية من خلال أرجلها. هذه الآلية للرؤية تساعدها على الوقاية من الأعداء وحماية نفسها وكسب رزقها. لاحظتم أيها الأحبة، الله لا ينسى أحدا، الله عز وجل لا ينسى أحدا من فضله العظيم. هذا الإله الكريم سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من فضله، والله أيها الأحبة. هذا الأخطبوط أحبتي في الله، انظروا هنا، تأملوا جيدا أيها الأحبة، هذا الأخطبوط ليس لديه وسيلة لحماية نفسه، ليس لديه وسيلة يحمي بها نفسه، لا أسنان ولا أنياب ولا أشواك ولا حتى هيكل عظمي، يعني يمكن أن يقاوم الصدمات أو يتحمل. ماذا سخر الله له؟ هل نسيه الله سبحانه وتعالى وهو في أعماق المحيط؟ سخر له هذه التي نراها أمامنا، هذه الخلايا الحساسة هنا، حساسة للضوء، هذه الخلايا الموجودة هنا فيها نظام متطور للرؤية من خلال الأرجل، تساعده على تحسس واستشعار العدو القادم، لذلك يهرب بسرعة، وبالتالي من الصعب أن، يعني الأخطبوط يصعب على المفترسين الموجودين في البحار افتراسهم إلا بصعوبة. طيب إذا كان الله، يعني أخي الحبيب، إذا كان هذا الخالق العظيم لم ينسى هذا الأخطبوط الضعيف وهو في أعماق المحيط، أينسى إنسانا يقول يا رب؟ أينسى إنسانا يقول يا رب أرزقني؟ أينسى إنسانا مؤمنا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هل هذا الإله العظيم الذي لم ينسى هذا الأخطبوط في أعماق، في ظلمات البحر، ولم ينسى سيدنا يونس وهو في ظلمات بطن الحوت، ولم ينسى سيدنا نوحا عليه السلام وهو في، وهي تجري بهم في موج كالجبال، كانت تتقاذفه الأمواج من كل جانب في الطوفان،
لم ينس هؤلاء، لم ينس حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لم ينس أحدا من مخلوقاته. أينسى إنسانا مؤمنا يقول لا إله إلا الله؟ بالله عليكم، يعني بالمنطق. لذلك أحبتي في الله، هذه المخلوقات يعني نحن عندما ننظر إليها من على ضوء القرآن الكريم وعلى ضوء أن الله هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، نطمئن نفسيا، نعيش حياة سعيدة مطمئنة، وهذا ما يريده الله لنا. ولقد كرمنا بني آدم، أنت مكرم أيها الملحد، أنت مكرم، أنت كملحد كرمك الله. ولقد كرمنا بني آدم، هل أنت من بني آدم؟ نعم، إذن أنت مكرم. طيب، أكرمك الله بالعلم والاكتشافات، وسخر لك الكون لخدمتك، وسخر لك كل شيء، وأعطاك من العلم والحقائق العلمية، وأعطاك الاختراعات، وأعطاك نعمة البصر والسمع والقوة والإبداع وكذا. وبعد ذلك ألا تقول يعني على الأقل شكرا مثلا؟ يعني ألا تقول شكرا يا رب، كلمة بسيطة فقط؟ بل تنكر، طيب تحارب وجود الله. يعني أنا أعجب من هؤلاء الملحدين وبخاصة العرب يعني منهم. طيب يا أخي، أنت ألحدت وغير مقتنع بالإسلام، لماذا تحارب الإسلام؟ يعني أنا فقط أريد أن ملاحظة بسيطة، يصلني يوميا بعض مقاطع الملحدين يطلب مني أن أرد عليها. والله أضحك عندما أرى حال هؤلاء الملاحدة، ينفقون الأموال وأوقاتهم وجهد كبير، يعني تجد الفيديوهات فيها جهد وجمع معلومات ويسهر ليالي طويلة. طيب يا أخي، أنت تركت الإسلام لأنك لم تقتنع بوجود الله ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن ولا بالأديان، ذهبت إلى الإلحاد. طيب لماذا تحارب الإسلام؟ المفروض بكم أيها الملحدون أن تعملوا حلقات عن كيف تحبب الناس بالإلحاد، ولكن لن يدخل معكم أحد، لأن الإلحاد سينتهي بك إلى الانتحار أو الاكتئاب، أو سينتهي بك إلى الأمراض الجنسية بسبب الإباحية، أو إلى مشاكل كثيرة. لذلك لن يستجيب معكم أحد. أنت بما أنك اقتنعت بالإلحاد، روج للإلحاد. لماذا تشوه الإسلام وتشوه صورة النبي، تعمل ليلا نهارا على تشويه الإسلام؟ هذا يدل أيها الأحبة على أن هؤلاء الملاحدة ليسوا مقتنعين بإلحادهم. أنا الآن أجلس أمامكم أحبتي في الله، استمعوا، أنا أروج لأفكار القرآن الكريم وأعمل ليلا نهارا على إظهار الصورة المشرقة لهذا الكتاب العظيم، لأنني مقتنع 100% أن هذا هو الكلام الحق. لا أضيع وقتي في أشياء أخرى. هل أنا أترك القرآن الذي اقتنعت به وآمنت به وأذهب لأشوه مثلا الديانة المسيحية مثلا؟ يعني ما الفائدة؟ معنى ذلك أن أنا لي هدف أن أعمل على تشويه وغير مقتنع بما لدي. إذا كنت مقتنع بما لديك أيها الملحد، تفضل وأظهر لنا فوائد الإلحاد. أنا أتحدى أي ملحد الآن أن يعمل فيديو عن فوائد الإلحاد، يعطيني فوائد شخصية تعود على الملحد. اتركني من موضوع أن الأديان تخوف الناس وهذا الموضوع، قل لي الإلحاد ماذا استفدت منه شخصيا، ماذا تغير فيك شخصيا، هل وقاك من الأمراض مثلا؟ يعني عندما تركت الطهارة التي يأمرك بها الإسلام والوضوء 5 مرات، هل أصبح جسدك أفضل حالا؟ يعني عندما تركت الالتزام بالصلاة والذهاب للمسجد والمشي إلى المساجد وقيام الليل والسواك والوضوء، هل يعني تحسنت صحتك الجسدية؟
طبعا لا، لأن الصلاة رياضة أيها الأحبة. أنت 5 مرات كل يوم تسجد وتركع وتصلي، هذه رياضة فيها مرونة للجسد، أنت تركت شيء فيه فائدة. وإذا نظرتم إلى حركات رياضة اليوغا شبيهة بحركات الصلاة، كثير من الرياضات يقومون بحركات لتقوية بعض يعني عضلات الجسم و العمود الفقري، والتمارين للبطن والظهر والكذا موجودة في الصلاة ذاتها. طب أنت عندما تركت الصلاة هل تحسنت صحتك النفسية أو الجسدية؟ لا. طب عندما تركت الإيمان باليوم الآخر، يعني هل أصبحت أفضل، حالتك النفسية أفضل مثلا؟ عندما تركت نعمة الصبر التي أكرمنا الله بها، عندما تركت نعمة الصبر ابتغاء وجه الله، وذهبت، يعني أنا ناقشت ملحد ذات مرة فقلت له: يا أخي، لنفرض أنك الآن ظلمك أحد، أنت في ظل الإسلام لديك شيء رائع جدا، نعمة رائعة هي الصبر، تصبر ابتغاء وجه الله، فهذا أولا من الناحية النفسية يعتبر شيء جيد طبيا، من الناحية النفسية الصبر، ويعطيك أمل أن الله سيعوضك خيرا مما أخذ منك، وأن الله سينتقم لك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأن الله لن يضيع مثقال ذرة، وأن الله سيكرمك أضعاف مضاعفة ما ظلمك به فلان أو فلان، أو ما أخذ منك فلان أو فلان. طيب أنت الآن في ظل الإلحاد لمن تلجأ؟ قال: أنا آخذ حقي بيدي. قلت له: إذا عجزت ولم تستطع، كثير من الناس لا يستطيع أن يأخذ حقه، يظلم ولا يستطيع أن يفعل أي شيء. فالرجل سكت وقال لي: كل واحد يحل مشكلته بإيده. طيب طيب ماشي، أنا لدي دين يعطيني أسلوب وتقنية هي الصبر تعينني على مصائب الدنيا، ولدي دين هو الإلحاد يقول لي: حل مشكلتك بإيدك. طيب أيهما أتبع؟ أنا ذهبت إلى طبيب وأعطاني حل عملي لمشكلتي، طبيب آخر قال: تخلى عني. إذن هذا هو الإلحاد. قلت له: الإلحاد أن تضع الإنسان بعد أن تأخذه من الدين، من الإسلام أو غيره، تضعه في المأزق وتتركه، هذا هو الإلحاد، لا تتعرف عليه. مثل الشيطان، الشيطان ماذا يفعل؟ هذه الآية أنا أحب دائما أن أعرضها أيها الأحبة. هناك آية عن قول الشيطان، ماذا سيقول هذا الشيطان أيها الأحبة؟ الشيطان ماذا سيقول؟ سيقول: أحبتي في الله، فلا تلوموني. انظروا، فلا تلوموني، من قالها هذه؟ هذه عبارة، يعني من قالها؟ تحدثنا عنها في حلقة سابقة. الشيطان، هذه وردت على لسان الشيطان مرة واحدة فقط، هذه وردت مرة واحدة في القرآن أيها الأحبة، كلمة تلوموني، تلوموني، وردت مرة واحدة فقط في القرآن كله. وقال الشيطان، إذن هذه العبارة وردت على لسان الشيطان: لا تلوموني، هذه مشكلتك، مثل ذلك الرجل الذي أحل المساكنة بين الرجل والمرأة. مساكنة طبعا هو مصطلح خاطئ، لأن السكون لا يكون إلا بالزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة لتسكنوا إليها، لتسكنوا، السكون لا يتم إلا بالزواج. فهذا لفظ أو مصطلح مخادع، المساكنة، وهو مصطلح غير صحيح، هو زنا، هو فاحشة.
قال إذا كان باتفاق الطرفين والقانون قبل والكذا قبل والأعراف العرف يعني قبل والدولة قبلت والمجتمع قبل والأهل قبلوا، ليس هناك أي فاحشة أو زنا وكذا. طب قيل له إذا حملت هذه المرأة، قال هذه مشكلتها. يعني انظروا أيها الأحبة، الإسلام يعطيك أوامر تمنع المشاكل فيما بعد، هذه روعة الإسلام. يعطيك يحرم الزنا لأن فيه مشاكل، فيه أمراض جنسية. طيب إذا أصاب هذا الرجل مرض جنسي مشكلته. طيب إذا حدثت مشاكل أخرى مشكلتهم. طيب أنت تعطي الفتوى وتعطي الرأي وتفسر القرآن حسب، وأنا قلت في حلقة يعني قبل أيام قلنا له نعم سنقول إن المساكنة حلال، معنى ذلك أنه سيجامعها، سيزني بها، ستكشف جسدها أمامه. طيب كيف نطبق قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ كيف نطبق هذه الآية؟ طيب كيف نطبق الأمر الإلهي للنساء ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ كيف تطبقه هي؟ كيف تطبق هذه الآية وهي تمارس الجنس مع إنسان غريب؟ ما هذا العبث أيها الأحبة؟ فهذا الباحث وقع بتناقض مع نفسه. لاحظوا سبحان الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا هو الشيطان. انظروا أيها الأحبة، الشيطان على فكرة ملحد. وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني يوم القيامة يأتي الشيطان ماذا يقول لك أيها الملحد؟ انتبه، يعني خذ هذه المعلومة لا تقتنع بها، ولكن خذها وفكر بها فيما بعد وجهز نفسك لهذا الموقف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما لي علاقة، أنا ما أجبرتك، لم أجبرك على فعل شيء، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني لا أنا أستطيع أن أنقذكم أو أفيدكم بشيء في هذا الموقف، وأنا معكم في النار لن تستطيعوا إنقاذي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا هو الإلحاد بالضبط. هذه الآية تلخص لك رحلة الملحد، تبدأ بالزخرفة والتزيين، الإلحاد، أن تمارس الشهوات، تفعل ما تشاء، تستمتع بالدنيا، تعيش الدنيا، تستمتع كذا 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 كذا، كلها أوهام. وعندما تدخل في دوامة الإلحاد مثل من يدخل في إعصار أو زوبعة، يعصف به الاكتئاب والاضطرابات النفسية ومشاكل كثيرة، يفقد ثقة المجتمع من حوله، يصبح لديه مشكلة، اضطرابات نفسية، يتناقض مع نفسه ومع الواقع ومع المجتمع، وينتهي به الأمر إما أن ينتحر، لأن أكبر نسبة للانتحار بين الملحدين أيها الأحبة على فكرة، يعني في دراسة تحدثنا عنها وسنخصص حلقة لذلك. بعد أن تقع في المشاكل تذهب إلى ذلك الشخص الذي قادك للإلحاد، يقول لك حل مشكلتك بإيدك، أنا ليس لي علاقة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن أحبتي في الله، ميزة الإسلام أنه لا يريدك أن تقع في هذه المشاكل منذ البداية، يمنعك منذ البداية. يعني الزنا محرم، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لا تقترب حتى من أسبابه. ثم قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأمر المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم أمرك أيها المؤمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا، يجب أن تتكلم بكلام، لأن كل كلمة تنطق بها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى وستقرأها يوم القيامة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين الحنيف.